مرحبا، كيفكم؟ اليوم الفيديو رح يكون عن حاول لا تنظف المسبح. وقبل ما نبلش الفيديو انزلوا لايك سبسكرايب كومنت شير شات ويلا نبلش. فكرة الفيديو هي نفس فكرة لما سوينا تحدي لا تمشي على المربع الخاطئ. فهون عنا 10 مربعات بس لمسارين، انا بهذا المسار اوكي، وبهون العجلة ففي لون ابيض بالعجلة وفي لون احمر بالعجلة. فاذا هيك انا لفيت وطلع اللون الاحمر، الاحمر بدك اذا بالبداية بدشتي وطلع لك احمر بدك تضلك مكانك. اذا كنتي مثلا بنص المربعات طلع لك احمر بدك ترجعي خطوة حسب الرقم. فاذا انا لفيت وطلع اللون احمر يعني لازم ارجع لورا اربع خطوات عشان تطلع الرقم اربعة. إذا لفيت وطلع معي 6 بس أبيض يعني لازم أقدم 6 خطوات. رح أقوم التحدي بس مر على الفيديو. وطبعا أنا ولو قاعدين نصور الفيديو بالفجر الساعة 4 الصبح، وهيك إحنا على أنا عطلة بس الجو كتير رطوبة كمان. فهلأ رح نبلش بأول جولة. هلأ رح نعمل حجر ورمص ونشوف مين رح يبلش حجر ورمص. هلا على شوف نحن هون اول 1 2 طلع لي 6 لقدام. لا 1 2 3 4 5 6 قربت على البركة. اوه ماي جاد، تخيل 4 ثانيين خلصتي وقعتي خلصتي كده. ياس اوكي يلا 1 2 دورك يا رب. 4 1 او ماي جاد حظك سري. يا رب يطلع لي 1 بس. اوه يس 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 هذا الشيء قدامي يعني هون الاخضر. 1 2 3 4 5 6 لا ام بلا هون قدامي هي يعني هون. 2 إذا طلع لي زيادة يعني رقم زيادة عن الواحد. 6 وين انت هون كنتي؟ تعالي هون. 3 طلع لي 6 يعني حاضر بالبركة. هذا أصغر فعدي يلا. أوكي 1 2 امشي هذا 3 4 5 6 هلا الجولة الثانية وريان حتى حتصير فن لأنه أنا بلشت بأول جولة. لا زحمة. 2 يعني عندك مكانك. رب 6 يا حبيبتي. 1 أنا وين؟ أنا بأول مربع عشان أنا بكون هون وبمشي قدام. 1 أوكي دوري. على فكرة عجبتني حتى فرحان بالثالثة. أنا بدي أروح على المسرح. 3 هذي راح امشي 3 خطوات لانه جاب 2 احمر. وين لا ولا ابدا يلا روح. عيد عيد شو في لون؟ 4 ضل حاجة على الصفر يعني مو على الحمرة لا ورا. خلصي على الجميع قبل ما اخلص. 6 انا كنت وين؟ بحمرة. 1 2 3 4 5 6 لا انا احسبها بس انا بكذب. هلا صار دوري. مكاني تجيب الخضرة. فريان طلع لها 4 احمر يعني لازم ترجع لورا 4. 1 2 3 4 هلا صار دوري. أنا لسه برا المربعات. 3 هي شوفوا هذا في ورا يعني هذا 1 2 3 تدوري. هلا
أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة. جت لما كنتي. هل أحكي دوري؟ ستة من هون. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. أهلا. لا واحد نقطة. أنا ممكن أنط. يلا صار دوري. أنا بايلي. مرة اثنين. أربعة خمسة. حسب دوري. 2 3 يلا. لا هذا لورا. أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين أربعة. دوري يلا منك. أربعة واحد 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 أربعة. دورك بعدي اثنين. واحد اثنين ثلاثة. يلا هلا هنعد ثلاثة ونط المسبح. واحد اثنين. ماي بتجنن يا اخوان. هلا اخر محاولة حتقول ايه وحنشوف شو حيطلع لي. تراجن ستة. اوكي انا هون. واحد اثنين. ويلكم للدور في الفاميلي. أنا خوش الفاميلي. فخمسة بعد ست. يلا نط بعد ست وياك وبرد. ساخن. حتى لي أوه برد غير مقدار. ساخن. في وين؟ استنى شوي. Wait guys guys. أنا هون كنت صح؟ بس هسه معي كروان. على على الحملة كنت أربعة. هلا حنيجي خمسة. ورا ورا. ستة. نعمل حد الغوص. واحد اثنين ثلاثة. هلا احنا بنحل السباق. اوكي خلي بابا يعد. بابا بابا يعد. بابا 1 2 3. اول لو انا ما بقدر اسوي سباق. يلا العودة بس لازم تكوني تحت الماء. اللي بطلع من الماء أوكي. بيخسر. اوكي انا ما بقدر اسوي سباق ضد النظارات بس مع النظارات بحزم ريان. هلا علشان هيك هذا التحدي عشان فيش نظارات راح تنزلوا تحت الماء وتطلعوا من الجهة الثانية. اللي بطلع من الماء بيخسر. واحد استنوا. هلا اللي بوصل اول هو فوق الماء راح يخسر. لازم بس تلمسي ايدك الجهة الثانية بتطلعي فوق الماء. طب انت اصلا جوا الماء بنص اللعبة بس الثاني فوق وصل اول خسر. حتى في ايدك راح معي والثاني فاز. ببين. واحد اثنين ثلاث. ريان فازت. انا نسيت انه هاي لنا. يلا اوكي. فاز عادي. 1 2 3. سوي كم سوي روان؟ حاول تكون تبعتي. اوكي اوكي بس هاي زين بس غير ما نسيب وزنا. اوكي عادي سهل بعدين نعمل حركة مثل ما من البداية من النهاية هيك نمشي. يلا نمشي ورا بعض النط. اوكي واحد اثنين ثلاثة. لا لا تمشي على حسب خطة. لا تمشي على حسب خطة. خطة تعالي. اوكي يلا هلا انا حمشي على مسار روان. على مسار هالنط على ما نجي كيف حيطلع النتيجة إذا حلوة ولا لو أنا أدي الحقيقة فأنا في نفس الوقت. أوكي يلا أنتي سمعت من أول مشكلة. ما أنت مشكلة يا عم تحس. واحد اثنين بدي أضرب في الأرض. أوه أنتي أنتي ما عادي. واحد اثنين ثلاثة. وأنا أكس لا خلاص أنا قدام. يلا صار. واحد 2 3